الصيد بالمياه القارية رياضة تجتذب الكثير من الهواة بمناطق مختلفة من البلاد. المندوبية السامية للمياه والغابات تعمل ضمن برامج مختلفة على تثمين هذا النشاط وتحويله إلى مورد اقتصادي ومشغل لليد العاملة. يتعلق الأمر بإنشاء تعاونيات تقدم خدمات لهواة الصيد وتقنيين يشتغلون ضمن وحدات لتفريخ وتربية السمك. كان 15,000 ديال مناصب الشغل اللي مرتقبة أن تنشأ في العالم القروي، وكذلك الارتكاز على الاقتصاد الاجتماعي، يعني تأهيل كل الصيادة عبر تعاونيات أو جمعيات، واللي كتكون هي مؤطرة من طرف إدارة المياه والغابات. تنخدموا على تثمين هذه سلسلة الإنتاج بما يسمى بالصيد السياحي. كاين واحد البرنامج اخر اللي تيتعلق بتنميه تربيه الاحياء المائيه، وفي هذا الصدد عندنا مراكز اللي تقوم بتربيه الاسماك اللي تابعه للمندوبيه الساميه، بحيث سنويا مثلا في الموسم الماضي تم انتاج اكثر من 22 مليون من صغار الاسماك اللي تنقوموا بالاستزراع ديال الاوساط المائيه. المندوبيه الساميه للتخطيط تتوفر على مخطط عشري يروم تنمية قطاع الصيد بالمياه القارية، ويتمثل هدفه الرئيسي في زيادة إنتاج السمك بمقدار 15,000 طن وخلق 5,000 وظيفة إضافية متعلقة بالصيد وتربية الأحياء المائية. هنا بالرباط انعقد في هذا السياق اجتماع لجنة الصيد بالمياه القارية لعرض إنجازات السنوات الثلاث الأولى من استراتيجية العشرية 2015-2024. نعرف على أن الأهداف هو إنتاج 50,000 طن من الأسماك بالمياه القارية بمختلف أنواعها. نعرف كذلك على أن من خلال هذا الهدف كان كذلك هدف آخر، وهو إنتاج صغار الأسماك بمحطة تربية صغار الأسماك، واللي في هاد الربع سنوات تعرفت واحد التطور مهم جدا. هاد الاسماك في المياه القاريه عندها واحد بزاف الادوار، يعني كاين دور اقتصادي من ناحيه ديال البروتينات الحيوانيه، مي كاين اصناف اخرى اللي تتلعب واحد الدور بيئي، بحيث مثلا واحد سن فلاكاب اللي معروف تنقوم يعني بفضل الاستزراع ديال هذا الصنف تقوم بتنقيه المياه من دائره التخاصب. كذلك كاين واحد النوع مثلا سمك اخر لاغون بيزي عنده واحد الدور، يعني تتناول ديك اليرق ديك لي موستيك. ثلاث سنوات على انطلاق استراتيجيه حققت فيها ارقاما مهمه تتعلق بالرفع من انتاج صغار الاسماك من مليوني وحده سنه 2005 الى 13 مليون وحده سنه 2014، وزياده انتاج الاسماك من 2000 طن الى 15,000 طن بنفس الفتره، وكذا ارتفاع عدد الصيادين، نشاط يتزايد يوما عن يوم ويعزز التوازن البيئي، كما يحافظ على اصناف كثيره من اسماك المياه العذبه.